أهلا بكم مشاهدينا في موجز اقتصادي جديد يأتيكم من موقع صدى البلد. تشهد أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، حيث سجل عيار 21 الأكثر انتشارا بين عائلة الذهب 775 جنيها، بينما سجل عيار 24 870 جنيها. أما عيار 18 الأوسط انتشارا بين عائلة الذهب فقد بلغ 650 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6182 جنيها، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب. وإلى أسعار العملات، حيث أعلن البنك المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه وبلغ 15 جنيها و 66 قرشا للشراء و 15 جنيها و 75 قرشا للبيع، بينما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه 18 جنيها و 12 قرشا للشراء و 18 جنيها و 24 قرشا للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 21 جنيها للشراء و 21 جنيها و 21 قرشا للبيع. وأخيرا سجل سعر صرف ريال السعودي مقابل الجنيه 4 جنيهات و 17 قرشا للشراء و 4 جنيهات و 20 قرشا للبيع. إلى هنا انتهت تغطيتنا الاقتصادية، إلى أن نلقاكم في تغطية جديدة على موقع صدى البلد. شكرا لكم.